السلام عليكم. لو بتشوفونا لأول مرة يلا اشتركوا معنا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم مننا كل الفيديوهات الجديدة. بيبدأ الفيلم بجو اللي بنته بيا بتموت وبيدفنها في المقابر، وبعدها بيكتب أرقام في بطاقة معاه وبيروح، وبنلاحظ انه قلقان من حاجة وبيحط مفتاح مع البطاقة في محفظة، وفجأة الشرطة بتوصل بيته فبيخرج بسرعة من الشباك وبيجري وهم بيجروا وراه، وبيشوفوه هو بيرمي المحفظة في عربية قمامة ماشية فبيبلغوا رئيسهم وبيضربوا جو. وفي نفس الوقت عربية القمامة بتوصل لمكب النفايات وبترمي القمامة، وبيجي العمال اللي شغالين علشان يفرزوها، وطفل منهم اسمه رافائيل بيلاقي المحفظة وبيخبيها في جيبه، وبيروح لصاحبه جاردو وبيفتحوها وبيلاقوا فيها فلوس وبطاقة لجو، وبطاقة تانية عليها أرقام ومفتاح وصور ليبية. وفي اللحظة دي بنشوف سياسي مهم اسمه سانتو بيتصل بالشرطي توم، واللي بيكون حابس جو بيقول له لازم يخلي جو يتكلم بأي شكل، وانه لازم يقول على مكان الفلوس والكتاب اللي سرقهم منه، فبيطمنه انه هيتصرف، لكن جو بيموت من التعذيب. وبيكون ساعتها رافائيل مع المدرسة اوليفيا اللي بتعلم اطفال القرية القراءة والكتابة، وبيوصل لهم جاردو ومعاه كيس فراخ اشتراه من الفلوس اللي كانت في المحفظة، وبيدوها لميري علشان تطبخها، وهم بيروحوا ينزلوا المية. وبعدها الشرطة بتوصل المكان وبيعملوا مكافأة $5,000 للي هيلاقي المحفظة. وتوم بيسمع ميري بتسأل جاردو جاب منين الفلوس اللي اشترى بيها الفراخ دي كلها، فبيبص له توم وبيفهم انه لقى المحفظة. وبالليل جاردو بيعرض على رافائيل يدوا المحفظة للشرطة وياخدوا المكافأة، لكن رافائيل بيرفض لانها اكيد مهمة وتساوي اكتر من كده بكتير، وبيقول له انهم لازم يخبوها في مكان محدش يقدر يوصل له. وساعتها بيروحوا لصاحبهم جابرييل اللي عايش في المجاري مع الفيران، ورافائيل بيطلب منه يخبي المحفظة، فبياخدها وبيخرج منها المفتاح وبيقول لهم انه عارف المفتاح ده بيفتح ايه، وممكن ياخدهم هناك كمان لكن بشرط انه يبقى شريكهم في كل حاجة من النهاردة، وهم بيوافقوا. والصبح بيركبوا القطر وبيوصلوا لمكان الخزنة في المحطة، بس بيلاقوا الشرطة في كل مكان، فبيفكر جاردو وبسرعة بيجري يخطف من واحدة شنطتها علشان يشغل الشرطة، وبيروح اصحابه يفتحوا الخزنة وبيلاقوا جواب، فبياخدوه وبيركبوا القطر وهو ماشي، وبيتفاجئوا برافائيل بيركب معاهم وبيفرحوا انه ما اتقبضش عليه. ولما بيفتحوا الجواب بيلاقوا فيه صور لجمعة بيا، ومكتوب ورا الصورة رموز وحروف، فبيقرروا يكتشفوا سر الرموز دي ايه، فبيروحوا على بيت المدرسة اوليفيا، وجابرييل بيروح يشغلها هي وابوها ادوارد، واصحابه بيفتحوا اللابتوب علشان يعرفوا مين هو كليم اللي مبعوت له الجواب، وبيعرفوا ساعتها انه كان ناشط سياسي قديم واتسجن، فبيطبعوا المعلومات اللي عايزينها وبيهربوا. وفي نفس الوقت توم بيكون بيراقب العمال اللي بيدوروا على المحفظة، وبيلاحظ ان جاردو ورافائيل مش موجودين، فبيسأل عليهم وبيعرف انهم مجوش الشغل النهاردة، وبيتأكد انهم لقوا المحفظة، وبيكونوا ساعتها عند جابرييل بيلعبوا وبيستناهم توم بالليل، واول ما بيظهروا رجالته بتخطف رافائيل، وجاردو بيجري يصحي ادوارد وبيقوله على اللي حصل. وفي الوقت ده رجال توم بيبقوا مكتفين رافائيل وبيغطوا راسه وبيحطوه في العربية وبيجروا بسرعة، ورافائيل بيتخبط جوه العربية ووشه كله بيتعور، وبيعترف لتوم انه لقى المحفظة ومكانش فيها غير $300، بس توم ما بيصدقوش وبيقول لرجالته تخلص عليه. وبعد ما بيمشي ما بيرضوش يقتلوا رافائيل، وبيسيبوه متكتف في الشارع وبيمشوا. وبيكون ادوارد ومعاه جاردو وصلوا الاسم، وبيسألوا عن رافائيل وبيقولوا له انه مش موجود، فبيفضل يصرخ وينده عليه بصوت عالي، والضباط بيخرجوه بره الاسم وهو بيبقى قلقان على رافائيل. ولما بيرجع بيته بيقول لبنته انه اكيد مات، فبتحزن عليه جدا هي واصحابه. وتاني يوم الصبح جاردو بيسمع الناس بتقول ان في طفل مصاب في الشارع، فبيجري مع جابرييل على هناك، وبيلاقوا رافائيل وبياخدوه بسرعه عند ادوارد اللي بيعالجه، وبيعرف قصه المحفظه وبيقول لهم انهم لازم يسلموها علشان ما يحصل لهمش مشاكل تاني، فبيردوا عليه بانهم هيفكروا. وجابرييل بيقرب من رافائيل وبيعرفه انه هيبقى جنبه في اي حاجه هيعملها. وبعدها جاردو بيطلب من اوليفيا تساعده يزور جده في السجن، وبيكون بيكذب عليها وعايز يروح علشان يقابل كليم في السجن. ورافائيل بيقول لاصحابه انه سمع الضباط وهم بيتكلموا عن شخص اسمه سانتوس، وده اللي عايز يموته مع انه ما يعرفوش. وهنا جابرييل بيعرفه ان سانتوس ده يبقى المرشح انه يمسك عمده المدينه. وتاني يوم جابرييل ورافائيل بيكونوا في طريقهم لبيت سانتوس، واوليفيا بتكون مع جاردو بتجيب له هدوم جديده علشان يروح يزور جده في السجن. وبيوصل رافائيل وصاحبه لبيت سانتوس وبينطوا على الشجر العالي وبيعدوا سور البيت، وبيشوفهم حارس الجنينة وبيعرفوه انهم كانوا عايزين يقطفوا شوية فاكهة، وبيتكلموا معاه وبيسألوه عن الامن الكتير اللي في البيت، فبيقول لهم ان جو مساعد سانتوس سرقوا بطريقة عبقرية جدا، وهي انه بوظ التلاجة وسرق 10 مليون،
وسرق كتاب الصفقات المشبوهة بتاعته واخد التلاجة علشان يصلحها وحط فيها الفلوس ومشي، وبيطلب منهم انهم يمشوا بسرعة قبل ما حد يشوفهم. وبيبان ان الحارس ما بيحب سانتوس ولا اي حد من الموجودين في البيت. وبنرجع لأوليفيا وجاردو اللي بيوصلوا للسجن وبيدوا للحارس فلوس علشان يرضى يدخلهم، وبيدخلوا يقابلوا كليم، وأوليفيا بتعرف انه مش جد جاردو اللي بيقوله انه معاه رسالة من جو، وملامح كليم بتتغير لما بيسمع الاسم لانه جو يبقى ابن اخوه. وبيسأل جاردو عن الرسالة فبيقوله انه حافظ الرسالة في دماغه ومكتوب فيها ان سانتوس اللي كان السبب في سجنه هيتسجن قريب وهو هيبقى حر، وان الرسالة دي فيها السر اللي هيسجن سانتوس. وبيعيط كليم وهو بيفتكر جو، وجاردو بيكمل له ان مع الجواب كان في صورة عليها ارقام فبيعرف ان السر فيها، وبيطلب من الحارس الكتاب المقدس بتاعه فبيقوله ان الزيارة خلصت ولو عايزينه يجوا في الزيارة بتاعت بكرة. فكليم بيقول لهم ان في نسخة تانية من الكتاب المقدس كانت مع جو، ولو لقوها هيعرفوا يحلوا الرموز اللي على الصورة. والحارس بيوقفهم وهم خارجين وبيطلب منهم $1000 لو عايزين يقروا الكتاب المقدس بكرة. وبالليل بيتجمعوا الاولاد عند اوليفيا وبيبتدوا يفكروا هيجيبوا الفلوس منين علشان ياخدوا الكتاب، وبتقترح عليهم تصور لهم فيديو بيحكوا فيه كل اللي حصل. وبعدها سانتوس بيتصل بتوم وبيقوله ان في حد من مكاتب النفايات زار كليم وانه عايز يدمر مكاتب النفايات بالكامل. وبتوصل الشرطة للمكان وبيقدروا الاولاد يهربوا، واوليفيا بتخبي الكاميرا اللي بتكون شغالة وبتسجل، وتوم بيفتش شنطتها وبيقرب لها وبيقول لها ان زيارتها لكليم هتجيب لها المشاكل وبياخدها معاه. وبيحرقوا المكان والاولاد بيعيطوا على بيوت العمال اللي اتحرقت بسببهم. وبيفكر جابرييل في خطة فبيروح يسرق $1000 من ادوارد، وبيسيب له ورقة عليها رسمة ليه وهو بيعيط وماضي تحتها اسمه كاعتذار ليه. وبيرجع لاصحابه وبيحكي لهم على كل اللي عمله. وتاني يوم جاردو بيروح يقابل الحارس وبيديله الفلوس وبياخد الكتاب، وبيحاول يجري بيه لكن الحارس بيمسكه فبيجرحه جاردو في وشه وبيهرب فوق المباني. وبيوصل لجابرييل وبيحذف له الكتاب، والشرطة بتشوفه وبتجري وراه فبيحذفوا الرافائيل اللي بيكون راكب عجلة، وبيتجمعوا الولاد والشرطة بتضرب عليهم نار، لكن بيقدروا يهربوا وبيستخبوا في شقة مهجورة. وبينزل جاردو علشان يجيب أكل، وجابرييل ورافائيل بيحاولوا يفكوا الرموز اللي على الصورة عن طريق الكتاب المقدس. وبعد وقت طويل بيلاقوا عبارة عن أرقام وبيكتبوها على الحيطة وبيعرفوا إنه رقم تليفون. وفي نفس الوقت جاردو بيشوف الشرطة بتدور عليهم في المكان فبيجري علشان يحذر أصحابه وبينط من مكان لمكان لغاية ما بيوصل لهم، وبيهربوا على آخر لحظة. والشرطة بتدخل الشقة وبيشوفوا الأولاد وبيطردوهم وبيضربوا عليهم نار، وبتشوفهم بنت من المنطقة وبتساعدهم وبتطلب من أصحابها اللي معاهم موتوسيكلات يطلعوهم بره المكان. وبيوصل توم للشقة اللي كانوا مستخبيين فيها وبيشوف الرقم اللي مكتوب على الحيطة وبيفهم انه رقم تليفون فبيتصل بيه. وفي نفس اللحظة بيكون رافائيل بيتصل بنفس الرقم وبترد عليه رسالة صوتية وبيعرفوا انها مقبرة. وبيتحركوا الولاد على هناك بسرعة وبيوصلوا وبيقعدوا يفكروا هيدوروا على ايه، فبيقترح رافائيل انهم يدوروا على مقبرة باسم جو وبيتقسموا، بس رافائيل بيبقى ماسك البطاقة اللي كتب عليها جو الارقام وبيمشي يدور عليها في المقابر يمكن تكون هي حل للغز. وفي نفس الوقت بيوصل توم المقابر وبيدور فيها، والحسن حظ رافائيل بيشوف صور بيا على قبر وبيفتكر ان هي اللي كانت في الصورة وبيعرف انه وصل للقبر الصح. وفجأة بتظهر بيا وراه وبيستغرب رافائيل انها عايشة، وبيسألها لو هي مش مدفونة في القبر يبقى ايه اللي جواه، فبتقوله انها ما تعرفش وان ابوها خباها وقال لها انها تبقى هنا في امان وانه هيرجع لها تاني، بس هي بقالها كتير هنا وهو مرجعش. وبتسأله على اي اكل علشان جعانة، فبيقول لها انه هيجيب لها اكل، فبترجع تستناه في المكان اللي بتستخبى فيه وهو بينادي على اصحابه، لكن بيتفاجئ بتوم ماسكهم وبيهددهم بالمسدس. وبيسأله هو لقى القبر فبيشاور له رافائيل عليه، وبيأمر توم يكسروه وبيبقى ناوي انه يخلص عليهم بعد ما ياخد الفلوس. وبيقدروا الولاد يطلعوا التابوت اللي بيقع منهم على الارض وبيتفتح وبتخرج منه اكياس الفلوس، وبيلاقوا الكتاب بتاع سانتوس وبيدول توم، وبتبقى شايفاهم بيا وبيبص لها رافائيل وبتفهم انه عايزها تنقذهم. وبيتصل توم بسانتوس وبيقول له انه لقى الكتاب لكن ما لقاش الفلوس. وفجأة بتضربه بيا بقطعة رخام على راسه، وجاردو بيضربه بحديدة في رجله، وبياخدوا شنط الفلوس وبيا، لكن رافائيل بيمسك المسدس علشان يخلص على توم بس ما بيقدرش، وبيضربه على راسه وبيجروا كلهم يهربوا من المقابر. وبيسيبوا توم اللي بيكون تعبان وما بيردش على سانتوس اللي بيتصل بيه، والولاد بيركبوا في عربية قمامة وبيرجعوا المكب النفايات. وجابرييل بيروح لبيت ادوارد وبيسيب له فلوس اكتر بكتير من اللي سرقها منه، وبيرسم له وشه وهو بيضحك على نفس الورقه اللي رسم له عليها وشه وهو بيعيط. وبيفهم ادوارد ان الولاد وصلوا للي كانوا عايزينه، وبيلاقي كتاب ساندوس اللي عليه كل صفقاته المشبوهه واسماء كل المتورطين معاه. وبعدها بيقرروا رافائيل وجاردو انهم يعوضوا العمال عن بيوتهم اللي اتحرقت بسببهم، فبيفتحوا شنطه فلوس وبيحدفوها للعمال اللي بيجروا ياخدوها وهم فرحانين. والاولاد بيحضنوا بعض وبيركبوا عربيه وبيبصوا على المكان لاخر مره
بره وبيمشوا، وأوليفيا بتعرف باللي الولاد عملوه، وإدوارد بيطمنها إنهم دلوقتي في أحسن حال، فبتقرر تنشر الفيديو بتاعهم على النت وتفضح سانتوس، وإدوارد بيمليها من الكتاب أسماء المتورطين معاه وبينتشر الفيديو، وبيتقبض على سانتوس وكل الفاسدين اللي معاه، وبنشوف الأولاد عايشين في مكان على البحر ومعاهم